حلو قوي. طيب دلوقتي احنا هنروح لحصه الساينس او العلوم، ومن حق كل واحد فيكم انه يختار اثنين من اصدقائه علشان يساعدوه. نيكول هتختاري مين؟ بختار ياسمين، بتخيل شيز جود بالبيولوجي. ايوه. و امير شاهين قال لك لا، ياسمين تحمست. وائل. حلو قوي، يعني انت اخترتي وائل وياسمين. وائل قاعد يدعي ما تقوليش. يلا قوم. حسن، عايز تختار مين من صحابك؟ العواد، شريف العجمي. شريف العجمي جاهزين؟ شريف وعواد جاهزين؟ ياسمين وائل يلا، نيكول وحسن يلا بينا على فقرة العلوم. يلا ودلوقتي مشاهدينا وصلنا لحصة العلوم، بس أنا ماليش كلام في الموضوع ده، الكلام بيكون مع روبا ومع هبة. روبا وهبة اتفضلوا. روبا لابسة أزرق على اليمين، وهبة لابسة أحمر على الشمال. بس هما دايما مختلفين، يعني على عكس أي توأم ممكن تقابليهم، هما دايما مختلفين في الرأي. كل واحدة فيهم هتقول وجهة نظرها في النظرية اللي هي بتعرضها ورأيها. من حقك توافقي على نظرية روبا أو توافقي على نظرية هبة. نفس الحكاية بالنسبة لحسن، الرأي اللي يعجبك أكتر أو تحس إنك مرتاح له أكتر. يعني مش لا مش مرتاح لروبا أو لهبة، مرتاح لوجهة نظر روبا أو هبة. أيوة مرتاح. اللي أنت حاسس روبا وهبة؟ روبا أزرق، هبة لابسة أحمر. طيب هبة بشوشة، أختها هبة ما بتبتسمش، فده مش مبشر بالنسبة لي. أيوة كده. يبقى أنت خلاص اختاري هبة عشان نرتاح وناخد فايبس كويسة ولا إيه؟ ما أنا قلت لك هما مش زي بعض، هما توأم مختلف، مش توأم متفق خالص. أوكي. جاهزين؟ جاهزين. مين هيبدأ؟ وعلى فكرة المرة دي نيكول مش هتعرف تضحك عليك يا حسن، وتدوس بسرعة على الحاجات دي كلها. في فكر. كل واحد من حقه. هي روبا ما بقتش في الأزرق ليه؟ بقى الضربة معاه لون. لا ما خلاص عرفنا بقى. هي ازرق بس والنور ازرق والدخان ازرق وحتى اهو ازرق من تحت. حلو الشغل ده. جاهزه يا روبا؟ جاهزه. دي لينا دلوقتي. سمعينا ليكم انتوا الاثنين. اوكي سمعينا نظريتك. معانا وقت. لا تقدروا تشيلوا العلكه اللي ملزقه على التيم بسهوله، لازم تعطوها لحراره متدنيه. ما تقولوش على عيني عشان ما يسرقوش. طيب يعني دلوقتي روبا بتقول لو في لبانه. تمام. انا عرفت انا عارف الاجابه برضه. لا لسه لا لسه ثواني ثواني. طيب نسمع النظريه الثانيه. اوكي لسه في نظريه ثانيه. طيب تمام. هي بتقول دلوقتي ان في لبانه لازقه في بنطلون جينز ولا حاجه، عشان تطلعها لازم تبرد البنطلون تتلجه. اوكي نسمع راي هبه في الموضوع ده ايه. لا تقدروا تشيلوا العلكه الملزقه على التياب بسهوله، لازم تعرضوها لحراره عاليه. اوكي تمام، يعني عكس الكلام. أرد؟ احنا عارفين عكس الكلام. ارد ولا ما لحظه 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 احنا المره دي مفيش سرعه. اوكي اتفضلي يا نيكول. ارد؟ لا لازم تكون حراره عاليه، يعني مش بارده. حراره عاليه؟ حراره قصدي سخنه يعني. سخنه؟ ياسمين يعني هي قالت حراره عاليه. ايه مالكم؟ لا انا ما يعني ثانيه واحده بس عشان بس ما نتوهش وبعد كده نعمل مشاكل. لما تحطي عليها حاجه سخنه. لا اصل انا كنت بعمل اختبار على الموضوع ده وكان بينجح. لا. طيب حسن هو داس اوريدي دلوقتي. حصل خلاف ما بين نيكول والفريق بتاعها عشان انا كنت بعمل اختبار على الموضوع ده وكان بيصبر. انا ثانيه واحده انت ليك على الزرار مالكش على الرأي. عايز اسمع حسن. احنا بقى ثانيه واحده معلش. مظبوط انا كان قصدي على الشمس. ايوه احنا راينا بقى حقكم علي خيي من فوق. لازم تتعرض لبروده جامده جدا عشان تبقى تلجه فتتجمد فتتكسر بسهوله. يعني انت عايز تقول ان نظريه روبا ان انت تسقع الحاجه او تبردها هي الصح. صح. طيب وفريقك نفس الكلام؟ نفس الكلام. شريف نفس الكلام. نفس الحكايه. طيب دوس على الزرار الازرق. تمام. احنا اوريدي دوسنا. دوسنا من اول ما قلنا يلا داسوا الاثنين داسوا الازرق. خلاص خلاص دوسي على الازرق اخر كلام. مفيش مشاكل ولا حاجه. مش انا اللي دوست بس ماشي. طيب كل حاجه انا عايز اعرف النظريه الصح عند مين؟ عند روبا ولا عند هبه؟ مين هيفضل ومين هينزل ومين هيمشي ومين هيقعد؟ يس يس يس. برافو وائل. طب كيف تحاسب النقطه دلوقتي؟ تحاسب النقطه ازاي؟ ليكي المعلمه الاستاذه اللي هتقول. طيب انا عايز اسال حاجه. انتوا الاثنين قلتوا صح وفعلا كلامكم صح ان لازم تتبرد. صح. بس عندك فكره ليه؟ العلكه؟ اه مبدئيا السخونه هتسيحها اصلا.
فهي لازم تبرد عشان عشان تجمد تروح متجمده وتتفتفت فبالتالي تتشال. بالنسبه للاستاذ حسن اي سيد ذات مان انت قلت ده قبل كده لا والله على فكره هو لا اصلا تقعد تشيلها تتزق لكن لما بتجمد اللبانه تبقى متحجره كده بتعرف تكسرها في ماده صمغيه في صمغيه ده كلام كبير ده كلام العيال ده سقف يا جماعه وائل على ماده صمغيه لا لا انا عايز اسمع مع الدكتور وائل يا مش بني ادم عادي قال لك صمغيه ايه مصطلحات جامده في اللبان الماده دي ما ينفعش انها تسيح هي لازم توصل لدرجات حراره واطيه جدا عشان تتجمد عشان تعرف تفك بس ايه الماده انا مش عارف هنعرف دلوقتي ربع فسر لنا الموضوع من فضلك اوكي فهي العلكه مصنوعه من مطاط طبيعي او اصطناعي فلما تتعرض لحراره عاليه بتتمدد وبتتغلغل بالقماش اما بس تتعرض لحراره بارده بتنكمش بيصير فيكم تشلوها بسهوله مثل ما بنشوف هلا دكتور وائل كان عنده حق يبقى لا الاجابه في مكان هي وائل بس عايز اقول حاجه اصدقائك ساعدوكي لان انت كنت رايحه ناحيه طب معلش ما الدنيا اخذوا عطا يا عمرو مره انا بساعده ومره هنا ورجلي بره ورجلي جوه وكل ده ماشي تاتيانا عايزين نستاذنك في حاجه عايزينك تدي درجه ايوه صح ولا ودرجه لنيكول صح 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 خلينا نحط كل واحد نقطه لنكون شكرا ميرسي تاتيانا لا لا ايه ده يا جماعه كل واحد نقطه طيب تعال نسمع النظريه الثانيه اوكي ونشوف هتختاروا مين فيهم على مهلك يا هبه دي مكتبه دلوقتي دي هبه اوكي بس دي هبه في المكتبه هي محضره شويه كتب يعني ده سؤال جديد هبه في المكتبه ده دلوقتي سؤال جديد اوكي مش كده يا عمرو ولا هبه في المكتبه انت هتشوف الاختبار ربا فين ربا جايه دلوقتي العمود اللي شكله استواني هو الانسب لتحمل الضغط والاوزان الثقيله طب نسمع رأي ربا يعني دلوقتي هبه بتقول ان الشكل الاسطواني هو اكتر شكل بيتحمل الاوزان اظهر يا ربا اظهر يا ربا ربا العمود اللي شكله مكعب هو الانسب لتحمل الضغط والاوزان الثقيله الاسطواني ولا المكعب بيتحمل الاوزان اكتر ولا إجابة. ولا الهرمي لا مفيش هرمي المكعب المكعب انت بتقول المكعب يعني انت مع ربا دوس على الزر الازرق دوست عليه من زمان خلاص نيكول فريقك اتفقتوا على ايه قول الازرق طبعا الازرق المكعب طبعًا. بيتحمل اكتر طبعا ليه عشان السكوير انش بتاعه المكعب السكوير انش اسمع انا بتاع الدكتور وائل والله العظيم الراجل بيتحب البريشر بتاع السكوير انش البريشر على السكوير انش بتاعه المربع او المكعب بتاخد ضغط اكبر من الـ من الـ طيب. من الدايمتر بتاع انا هقول لك تعالوا نعرف دلوقتي مين الصح اتفضلوا يا جماعه قولوا مين الصح ومين الغلط هبه بتحط كتاب وربا بتحط كتاب كتاب تاني وكتاب تاني ايه ده شكل المكعب وقع مش قلت لك الاحمر يا شريف الاول احنا الاثنين غلط انت عايز المكعب الاسطواني هي اقوى الاشكال هندسيه لبناء الاعمده هيدا الشكل بيسمح بتوزيع الوزن والضغط بتساوي على كامل العمود اما الشكل المكعب فبيبعد الوزن عن الوسط وبيوزعه على الاطراف فقط مما بيجعله بنيه ضعيفه نسبيا شكرا لك يا هبه شكرا جزيلا امال العمارات طبعا زي الاثار والاعمده انا يا باشا كله اهو قدامكم والشرح كله قدامكم على فكره لو كنت سمعت كلام شريف كنت كسبت يعني اذنكم لحظه واحده يا تاتيانا يا استاذه تاتيانا انت شفتي الاجابات دلوقتي شفتهم مظبوط خلي ميليسا تحط لنا علامات وتكتب مين كسب ايه ميليسا رح تحط العلامات هلا واحد واحد وهلا ما حدا ربح اثنيناتكم اجابتكم كانت خاطئه هنروح بريك ونرجع على طول